استخلاص الطاقة من خلال نبضات كهرومغناطيسية خاطفة وقوية. روبرت آدمز. قام المهندس الكهربائي النيوزيلندي روبرت آدمز ببناء محركا كهربائيا مستخدما مغانط دائمة مثبتة على الدوار ومغانط كهربائية نابضة مثبتة على الإطار الثابت المحيط بالدوار، وقد وجد أن الخارج الكهربائي يزيد أضعافا عديدة عن الدخل، والشكل التالي يبين الفكرة العامة لمحركه. لاحظ كيف أن جميع المغانط المثبتة على الدوار تبرز القطب الشمالي مقابل المغانط الكهربائية الموجودة على الإطار الثابت. إن كفاءة أداء هذا المحرك عالية جدا، لأن نبضات المغانط الكهرومغناطيسية تم توقيتها بحيث تصبح قطبيتها جنوبية عندما تقترب منها المغانط الدوارة ذات القطبية الشمالية، وهذا يزيد من سرعة الدوار نحو الكهرومغناطيس. ثم يتم قطع النبضة الكهربائية فجأة عند وصول المغناطيس الدوار مقابل الكهرومغناطيس، ثم تقوم الكهرومغانط بعدها بقلب عكس قطبيتها تلقائيا وبشكل خاطف بعد انقطاع التيار عنها بفعل القوة الكهربائية العكسية. هذا طبعا تجسيد لظاهرة الارتداد العكسي لجسم مائي عند تعرضه لصدمة قوية وخاطفة كسقوط حجر كما أسلفنا سابقا. لقد استثمر المخترع روبرت آدمز ظاهرة رد الفعل العكسي للفراغ الأثيري عند تلقيه صدمة قوية وخاطفة، كما يفعل حجر يسقط على سطح ماء ليتشكل رد فعل عكسي للجسم المائي. فالقوة التي كانت تدور المحرك هي تلك التي تنتج من رد الفعل العكسي للفراغ الأثيري الناتج من الصدمة الكهرومغناطيسية وليس بفعل المجال الكهرومغناطيسي. إن محرك آدمز يستثمر هذه الظاهرة بشكل جيد، ذلك من خلال توقيت قطع التيار في المكان المناسب والزمان المناسب، وبهذا يتمكن الكهرومغناطيس الذي انعكست قطبيته تلقائيا نتيجة قطع التيار من دفع المغناطيس الدوار بعيدا، مما يزيد من قوة دفع المحرك بالاعتماد على هذه النبضة الانعكاسية البسيطة التي لا يتم استثمارها في المجال الكهربائي التقليدي. يمكن استخلاص كامل العملية بجملة واحدة خلال دوران المحرك. تنطلق نبضة جاذبة من الكهرومغناطيس الثابت فينجذب المغناطيس المتحرك نحوه، وبعد وصول المغناطيس المتحرك فوق الكهرومغناطيس مباشرة تكون النبضة قد تلاشت بفعل انقطاع التيار فتنعكس قطبيته بفعل الارتداد العكسي التلقائي، وبالتالي يحصل تنافر بين المغناطيسيين المتقابلين فيندفع المغناطيس المتحرك بعيدا. وهكذا هذه طريقة مجدية وعملية جدا في استخدام الطاقة الكهربائية. تزداد قوة الكهرومغناطيس بالاعتماد على عدد لفات السلك حول محوره، وتزداد قوته أيضا لدرجة معينة حسب شدة التيار المار من السلك، وكلما زاد قطر الوشيعة كلما تطلب الأمر المزيد من طول السلك، وعندما تكون مقاومة الوشيعة متناسقة مع طول السلك في الوشيعة ستزداد بالتالي القوة المغناطيسية المتشكلة في الوشيعة كلما كان قطر اللب المعدني أصغر. يمكن للكهرومغناطيس أن يكون له لب هوائي بين قوسين، أي خالي من أي لب معدني، لكنه سيكون أكثر فعالية إذا كان له لب معدني أي حديدي. يفقد اللب الحديدي قوته عندما يتعرض لنبضة، ذلك بسبب التيارات المعاكسة المتشكلة في الحديد نتيجة النبضة الكهربائية المارة من الوشيعة، والتأثير ذاته يتجسد في ألباب المحولات الكهربائية، لذلك يتم تصنيعها على شكل طبقات من الصفائح المعدنية، وكل صفيحة معزولة عن الأخرى، لذلك يقترح بأن يكون لب الكهرومغناطيس ذات كفاءة عالية إذا لم يكن قطعة معدنية واحدة. ربما من الأفضل لو صنعت الألباب من قطع من الأسلاك على شكل رزم وتعزل بمادة اللكر
التي تستطيع تحمل جهود كهربائية عالية، أو يمكن طلي الرزم بطلاء الميناء إذا كان السلك المركزي في هذه الرزمة هو أطول من الأسلاك الأخرى، فسوف يصبح لبا مروسا فعالا، وهذا يركز التدفق المغناطيسي بشكل قوي. وهناك طريقة بديلة طالما أن المغانط الدوارة هي أكثر عرضا من ألباب الكهرومغانط الثابتة. يمكن لف الأسلاك حول الألباب المعدنية لتتخذ شكل رأس مفك البراغي المسطح، وسوف يكون هذا التصميم فعالا جدا رغم صعوبة صنعه. بين قوسين انظر في الشكل التالي: لب معدني يتخذ شكل رأس مفك براغي مسطح. يعتمد عدد الكهرومغانط على الاختيار الشخصي. الشكل الذي في الأسفل يبين 8 كهرومغانط في كل إطار ثابت، مما يعطي المحرك 8 نبضات محركة في كل دورة. وكما هو واضح في الشكل، يمكن إضافة عدد كبير جدا من الأطر الثابتة والمغانط المتحركة في المحرك، ذلك حسب الرغبة والطلب. المسافة بين الكهرومغانط أي الثابتة والمغانط الدوارة هي مهمة جدا، حيث وجب أن تكون قصيرة جدا بحيث تكاد تتلامس، وهذا يتطلب احتراف ودقة كبيرة في التجميع والبناء. يمكن للإطار المتحرك أن يحمل أي عدد من المغانط. لو كان هناك كهرومغناطيس واحد فقط، ليس من الضرورة أن تكون دقة المسافة مع المغانط المتحركة مهمة كثيرا، لكن إذا كان هناك عدة كهرومغانط فوجب بالتالي أن تكون المسافة بينها وبين المغانط المتحركة متطابقة تماما، بحيث أنه عندما تتجسد نبضة كهربائية وجب أن يكون كل مغناطيس متحرك متقابل تماما مع كهرومغناطيس ثابت. إن تغذية وشائع الكهرومغانط تخلق قوة جذب خلال اقتراب كل مغناطيس متحرك إلى كهرومغناطيس ثابت، ثم يقطع التيار ليتشكل قوة نبذ تلقائية، وتكون المغانط المتحركة قد أصبحت مقابل الكهرومغانط فتندفع بعيدا عنها. هذا التوقيت في النبذ والنفر يمكن صنعه من خلال الوشيعة اللاقطة، حيث أن الجهد الكهربائي يزداد فيها إلى أقصى درجة عندما يصبح المغناطيس المتحرك مقابلها تماما. هذا التغيير المتموج في الجهد يمكن جعله حادا بواسطة دارة شميت. يمكن التحكم بالتزامن بواسطة دارتين أحادية الحالة، الأولى لضبط الإرجاء الزمني قبل انطلاق النبضات، والثانية للتحكم بطول النبضة. أو يمكن استخدام طريقة بديلة، وهي استخدام وشيعة التقاط بحيث يتم ضبط مكانها بحيث تلتقط النبضة المغناطيسية بأقصى قوتها. هناك خيار آخر أيضا، وهو صنع ثقب بجانب كل مغناطيس على صفيحة المحور الدوار، ثم يتم تثبيت ديود مضيء بطريقة تجعله يطلق حزمته الضوئية عبر الثقوب إلى جهاز مستقبل الضوء، هذا لتحديد موقع الدوران بالضبط. فيمكن بالتالي إجراء عملية التوقيت بالاعتماد على هذه الوسيلة. بما أن الجهد المطبق على الكهرومغانط هو عامل جوهري وحاسم، فبالتالي من الأجدى أن نقوم برفعه إلى مستوى عالي قبل تطبيقه على الوشائع. وقد تم اقتراح الترتيب التالي: هناك كم هائل من المعلومات المتناولة لهذا النوع من المحركات والطرق المختلفة لتصميمه وبنائه، وسوف أذكر دراسات كاملة عن هذا الموضوع في موقع. ويمكن اختصار الاستنتاجات التي توصل إليها العديد من المخترعين بخصوص هذا المحرك بالنقاط التالية: أولا، إن قانون أوم لا ينطبق على هذا النوع من المحركات، حيث أن التيار المتدفق يجسد طاقة باردة بدلا من الطاقة التقليدية الساخنة، وكلما زاد الحمل على المحرك كلما زادت برودة وشائع الكهرومغانط والترانزستورات، وهذه حالة معاكسة لحالة الكهرباء التقليدية التي كلما يزداد الحمل
كلما زادت السخونة، وإن البرودة التي تتميز بها محركات آدمز تجعل بإمكاننا استخدام أسلاك رفيعة لصنع وشائع الكهرومغناطيس. ثانيا، وجب أن تكون مساحة المقطع العرضي للب كل كهرومغناطيس مساوية لربع مساحة كل مغناطيس متحرك. ثالثا، وجب أن يكون عمق كل كهرومغناطيس مساوي للمسافة القصوى التي يمكن للمغناطيس المتحرك أن يجذب عبرها دبوس ورق، أي الملقط الذي يجمع الأوراق ببعضها. رابعا، العيار الأفضل لأسلاك وشيعة الكهرومغناطيس هو 24 AW جي، أي قطره 0.511 ميليمتر. خامسا، وجب على تسلسل لفات الكهرومغناطيس الثابتة أن يكون مقاومتها حوالي 10 أوم. سادسا، يمكن استخدام براغي أو مسامير فولاذية يكون قطر رؤوسها 3×8 وبطول 100 ميليمتر كألباب تلتف حولها الأسلاك لتشكل كهرومغناطيس. ويفضل لو أن حواف رؤوس البراغي كانت غير حادة، أي مبرومة الحواف. سابعا، إن لف شريط اللاصق حول البرغي قبل البدء بلف السلك، وكذلك لف الشريط فوق الوشيعة بالكامل بعد انتهاء لف السلك، يساعد على تكريس الخواص المغناطيسية للكهرومغناطيس. ثامنا، وجب أن تخلو جميع عناصر ومواد البناء، أي الإطار الخارجي، الدعامات، الغطاء وغيرها، من أي مادة مغناطيسية، حيث يمكن أن تؤثر سلبا على أداء المحرك، وقد تمنع تدفق الكهرباء الباردة، أي الطاقة الأيثيرية. تاسعا، من المهم جدا ألا تتجاوز المسافة بين المغانط المتحركة والكهرومغانط الثابتة 1.5 ملم، إن أي مسافة تتجاوز هذا الحد لا تساعد على تجسيد تأثير ما فوق التكامل، أي الحركة التلقائية دون حاجة لمصدر طاقة خارجي. استخلاص الطاقة من خلال نبضات كهرومغناطيسية خاطفة وقوية، جون باديني. لقد ابتكر جون باديني العديد من الأجهزة العملية خلال السنوات الماضية، ربما الأكثر أهمية هي الأجهزة التي تستخلص الطاقة الكونية المحيطة بنا. لقد بنى جون أجهزة تشبه محركات النبض الكهربائي، والتي دارت ودارت لسنوات عديدة دون توقف. هذه الأجهزة هي ليست محركات فعلية، بل عبارة عن آلات لجمع الطاقة من مجال الطاقة الأثيرية المحيطة. لقد تم نشر العديد من هذه الأجهزة للعامة، وفيما يلي أحدها. تعمل الدارة وفق الآلية التالية: أولا، يدور الدوار حول نفسه مارا بكهرومغناطيس مزدوج اللف. ثانيا، هذه العملية تولد جهدا في اللفة A من وشيعة الكهرومغناطيس. تذكر أن الوشيعة ملفوفة بسلكين A و B. ثالثا، الجهد المتشكل في A يغدى إلى قاعدة ترانزستور فيبدله إلى حالة التشغيل on. رابعا، يقوم ترانزستور بتسيير تيار كبير عبر اللفة B من الوشيعة، هذا يدفع الدوار ويبقيه في حالة دوران. خلال اندفاع المغناطيس الدوار بعيدا، ينهار الجهد في اللفة A فيزيد من جهد الدارة. سابعا، الديود يحمي ترانزستور عن طريق تقييد الجهد المعاكس وإخفاضه إلى 0.7 فولت. ثامنا، ينهار الجهد في اللفة B فيعطي دفعة زائدة للدارة، فيتم تغذية البطارية الخاضعة للشحن، ذلك عن طريق ديود، هذه العملية تشحن البطارية الثانية. تاسعا، تضاف لمبة مصباح النيون فقط من أجل حماية ترانزستور عندما تفصل توصيلات البطارية. يستطيع الديود حمل تيار 1 أمبير ولديه قمة جهد ارتجاعي متكرر بقيمة 50 فولت، بينما الديود
يستطيع ولديه قمة جهد ارتجاعي متكرر بقيمة 1000 فولت. هذا الجهاز يبدو وكأنه محرك، لكنه ليس كذلك. إنه مولدا كهربائيا يسترق الطاقة الفراغية المحيطة، ذلك في المرحلة 8 من المراحل المذكورة في الأعلى، جامعا الكهرباء الباردة الناتجة من ذلك في البطاريات الخاضعة للشحن. ويقال بأن البطارية عندما تقترب من تفريغ شحنتها وبعد دقائق من البدء بشحنها، إذا قاموا بفصلها عن ذرة الشحن لاحظوا حصول فقاعات تلقائية في سائلها لبعض من الوقت، بالإضافة إلى استمرار الارتفاع التلقائي في جهدها رغم أنها مفصولة عن ذرة الشحن. وهذه هي إحدى مزايا الكهرباء الباردة المستخلصة من الفراغ الأثيري الكامن في الجو المحيط. إن عمل الدوار هو فقط لحمل مغناطيس متحرك يدور ويدور مارا بالوشيعة مزدوجة اللفة، وهذه الوشيعة ليست مصنوعة لتعمل عمل وشيعة توليد الطاقة كما هي في الحالة التقليدية. لقد تبين أن هذه المنظومة المتمثلة بدوران المغانط هي أكثر فعالية من منظومة ثابتة تعمل على تغذية نبضات كهربائية عن طريق لفة ثالثة مضافة في الوشيعة. الدارة التي تم تحسينها فيما بعد تستخدم لفة ثالثة ولديها قدرة على تقويم النبضات أثناء تغذيتها للبطارية الخاضعة للشحن. في هذا النظام من أجل إقلاع الدوار وجب تدويره باليد. مجرد ما مر أحد المغانط على الوشيعة ثلاثية اللفة، وهذا يجسد جهدا كهربائيا عبر كافة اللفات الثلاثة في الوشيعة، فالمغناطيس المتحرك عمل وبشكل فعال بتزويد الدارة بالطاقة من خلال مرورها أمام الوشيعة. إحدى اللفات تغذي التيار إلى قاعدة ترانزستور عن طريق المقاوم. هذا يبدل الترانزستور إلى حالة تشغيل أون، سائقا نبضة تيار كهربائي من البطارية عبر اللفة الثانية للوشيعة، خالقا بذلك قطب شمالي في نهاية الوشيعة المواجهة للمغناطيس المتحرك، دافعا الدوار الحامل للمغناطيس بعيدا مما يمنحه عزم دوران إضافي. وبما أن التغيير الحاصل في المجال المغناطيسي يولد جهدا في لفة الوشيعة، فهذا يجعل التيار القادم من الترانزستور عبر اللفة الثانية غير قادرا على مساندة التيار في قاعدة ترانزستور عبر اللفة الأولى، وهذا بالتالي يجعل ترانزستور يفصل إلى حالة إطفاء أوف. إن قطع التيار عبر الوشيعة يسبب الجهد في اللفات أن ينطلق بقوة كبيرة بحيث يتجاوز حدوده، سائرا بقوة نحو البطارية. الديود يحمي ترانزستور من خلال إخفاض الجهد إلى ما دون 0.7 فولت. اللفة الثالثة المبينة على اليسار تلتقط كل هذه النبضات ثم تقومها عن طريق جسر من الديودات من عيار 1000 فولت، ويتم تمرير التيار المستمر الناتج إلى المكثفة، والتي هي مماثلة لتلك المستخدمة في آلة تصوير بين قوسين. هذا النوع من المكثفات قد بني ليتحمل جهود عالية بالإضافة إلى قدرتها عن التفريغ السريع. يتراكم الجهد في المكثفة بشكل سريع وبعد عدة نبضات فقط، ثم تقوم الطاقة المخزنة فيها بالتفريغ نحو البطارية الخاضعة للشحن عبر وصلات الفاصل الميكانيكي. إن شريط نقل الحركة الموصول إلى عجلة مثبت عليها حدبة يوفر حركة فصل ميكانيكية، بحيث يسمح بحصول عدة نبضات شحن بين كل عملية وصل وقطع. تثبت الوشيعة ذات اللفات الثلاثة فوق عجلة الدوار الحاملة للمغانط، وتحتوي الوشيعة على 450 لفة من الأسلاك الثلاثة الملفوفة معا. إن آلية عمل هذا الجهاز هي غير عادية بعض الشيء. يتم إقلاع الدوار بواسطة اليد، ثم يبدأ سرعته بالتزايد تدريجيا حتى يصل إلى مستوى سرعته القصوى ويستقر هناك. إن كمية الطاقة التي ينقلها كل من المغانط إلى لفات الوشيعة تبقى ذاتها،
لكن كلما زادت سرعة المحور كلما قصر زمن نقل الطاقة من المغانط إلى الوشيعة. يزداد دخل الطاقة المنقولة من المغانط في الثانية كلما ازدادت سرعة الدوران، لكن عندما تصبح السرعة كبيرة جدا سوف تختلف العملية تماما. حتى الآن التيار المأخوذ من البطارية المغذية هو في حالة ازدياد مع ازدياد سرعة الدوران، لكن الآن وبعد ازدياد السرعة بدأ التيار المسحوب من البطارية ينخفض رغم استمرارية ازدياد سرعة الدوران. والسبب هو أن زيادة السرعة جعلت المغانط تمر أمام الوشيعة قبل أن تطلق نبضة، وهذا يعني أن النبضة الصادرة من الوشيعة لم تعد تدفع المغناطيس، أي بفعل التنافر الحاصل بين القطب الشمالي للمغناطيس والمواجه لنبضة الوشيعة. بل بدلا من ذلك راحت تجذب القطب الشمالي للمغناطيس التالي بفعل التيار العكسي، مما يحافظ على استمرارية دوران المحور ويزيد من تأثير المغناطيسي لنبضة الوشيعة. في هذا الوقت من الزمن يكون النظام في مستوى 95% من التكامل في الأداء أو أكثر من ذلك، لكننا أيضا نحصل على تيار شاحن من هذا النظام ونقوم بتغذيته البطارية الثانية الخاضعة للشحن، وبالتالي يعتبر هذا النظام متكاملا بنسبة تفوق 100%. قم بتجربته واستنتج بنفسك. الأمر المميز بخصوص هذا النوع من الأجهزة هو ظاهرة التأقلم التي تخضع لها البطارية، فالبطارية التي تخضع للشحن والتي يتطلب تفريغها حوالي 20 ساعة من الزمن. إذا قمت بإعادة شحنها مستخدما منظومة باديني التي نحن بصددها، فسوف يحصل أمرا غير مألوف. بعد عدة دورات من الشحن والتفريغ تبدأ البطارية بالعمل بطريقة مختلفة تماما، ستصبح قادرة على تزويد التيار لمدة أكبر، ضعف المدة العادية، بالإضافة إلى قدرتها على إعادة الشحن بشكل أسرع مدة ساعة فقط. لكن من المهم أن نعلم بأنه وجب ألا يكون هناك فراغات زمنية طويلة بين عملية الشحن وإعادة الشحن، أي وجب عدم ترك البطارية دون استخدامها لمدة أسابيع، بالإضافة إلى أنه وجب أن تكون البطارية غير مشحونة سابقا باستخدام نظام الشحن التقليدي الذي يعتمد على التيار الكهربائي العادي. أصبح من الواضح جدا الآن أن الكهرباء الباردة التي يستخلصها جهاز باديني تختلف تماما عن الكهرباء التقليدية، رغم أن كلا الطاقتان تقومان بنفس المهمات والأعمال خلال تغذية الأجهزة الكهربائية المختلفة. من الممكن وضع الوشيعة بوضعية توازي مع محور المحرك مع إضافة المزيد من الصفائح الحاملة للمغانط المتحركة والمزيد من الوشائع. يمكن لجهاز ذات 8 وشائع أن يبدو كما يلي، لكن رغم أن هذا الإجراء يرفع من مستوى الأداء الميكانيكي للمحرك إلى أن الأمر يتطلب دقة كبيرة في البناء، وجب على المساحة بين الوشائع والمغانط أن تكون صغيرة جدا بحيث تصبح عملية أكثر، وهذا بطبيعة الحال يتطلب صفيحة دوارة مسطحة تماما ومثبتة بزاوية 90 درجة تماما على المحور. يعتبر هذا تحديا كبيرا في البناء، ستكون عامل مساعد جوهري خلال عملية البناء. يمكن لنموذج بناء أسهل من السابق أن يبدو كما في الشكل التالي. من المهم استخدام ترانزستورات ذاتها التي ذكرها باديني في مخططاته، بدلا من الترانزستورات التي يمكن أن تكون بديلة لها. الكثير من التصاميم تستخدم خواص المقاومة السلبية سيئة السمعة للترانزستورات. هذه الشبه موصولات لا تظهر أي شكل من أشكال المقاومة السلبية، لكن بدلا من ذلك تبدي مقاومة إيجابية مختزلة مع تيار متزايد خلال جزء من مدى أدائها. قيل أن استخدام أسلاك الليدز
يمكن أن يزيد من خارج هذا الجهاز بنسبة 300%. هذا النوع من الأسلاك هو عبارة عن عملية أخذ ثلاثة أو أكثر من الأسلاك وفتلها مع بعضها. يتم ذلك من خلال مد الأسلاك جنبا إلى جنب. دعونا نعتبر طول الأسلاك 1 متر مثلا. نقوم بعدها بفتل الأسلاك الممدودة من وسط الرزمة، أي على بعد 50 سنتيمتر من كلا النهايتين. نقوم بفتل الرزمة عدة دورات بنفس الجهة. سوف ينتج من ذلك جهة دوران باتجاه عقارب الساعة لأحد القسمين، وجهة دوران معاكسة لعقارب الساعة للقسم الآخر. خلال استخدام سلك طويل نسبيا يمكن القيام بهذه العملية بين المتر والآخر، بحيث يصبح السلك بالكامل مقسوما إلى أقسام مفتولة على اليمين ثم الشمال ثم اليمين ثم الشمال وهكذا. بعد الانتهاء من هذه العملية نقوم بلحام نهايات الأسلاك المفتولة ببعضها، فيصبح لدينا كابلا ثلاثي النطاقات أو رباعي أو أكثر حسب عدد الأسلاك. ثم يستخدم هذا الكابل الخاص في عملية لف الوشيعة أو الوشائع حسب الجهاز الذي تريد بناؤه. هذا النموذج من اللفات يعمل على تعديل الخواص المغناطيسية والكهربائية للوشائع. يقال بأن مجرد أخذ ثلاثة أسلاك وفتلها باتجاه واحد سوف تصبح بنفس مستوى الفعالية لأسلاك الليدز. تحذير: وجب أخذ الحيطة والحذر عند التعامل بالبطاريات، خاصة تلك التي تحتوي على الرصاص والأسيد، فالبطارية المشحونة تحتوي على كمية هائلة من الطاقة، وأي تماس بين نهايتها القطبية سيؤدي إلى تدفق كمية كبيرة من التيار الكهربائي وقد يسبب نشوب حريق. عندما يتم شحنها تطلق بعض البطاريات غاز هيدروجين، وهذا خطر جدا بحيث يمكن أن يحصل انفجار مجرد حصول أي شرارة في مكان ما. يمكن للبطاريات أن تنفجر أو تحترق إذا شحنت فوق طاقتها أو تم شحنها بتيار كهربائي كبير، لذلك قد تتطاير شظايا منها أو يطرش الأسيد إلى كافة أنحاء المكان. يمكن أن يسيل الأسيد على جانب البطارية من الخارج، لذلك قم بغسيل يديك جيدا بعد التعامل مع أحد هذه البطاريات. تحذير آخر: إذا قمت ببناء أحد أجهزة باديني يمكن لخطأ في التوليف أن يجعل الدوار يتزايد بسرعته بحيث لا يستقر في مستوى سرعة محددة، وقد يصل إلى سرعة 10,000 دورة في الدقيقة. في الحقيقة هذا جيد جدا بالنسبة لالتقاط الطاقة، لكن إذا كنت تستخدم مغانيت سيراميك فقد تسبب هذه السرعة الكبيرة بانحلالها فتتطاير في كل الاتجاهات، فلذلك من الحكمة بناء غطاء خارجي للجهاز يحميك من هكذا حوادث. إن المخترعين الذين ذكرتهم في الفقرات السابقة يمثلون عينة من أتباع المدرسة التي أوجدها نيكولا تسلا، وطريقته العبقرية في استخلاص الطاقة من الفراغ عبر نبضات خاطفة وقوية أحادية الاتجاه. إن كانت هذه النبضات عبارة عن مجالات كهربائية ذات الجهد العالي أو مجرد مجالات مغناطيسية قوية، وجميع هؤلاء المبتكرين أجمعوا على أن الكهرباء التي استخلصوها عبر هذه الوسيلة تختلف بطبيعتها عن الكهرباء التي نألفها. يبدو واضحا أن هذه الكهرباء الجديدة لها استطاعة كهربائية تمكنها من القيام بكافة الأعمال التي تنجزها الكهرباء العادية، لكن الفرق هنا هو أن هذه الكهرباء الجديدة خالية من التيار تماما، أي أننا أمام ظاهرة تتمثل بقوة كهربائية خالية من شدة تيار، لهذا السبب يشيرون إليها بالقوة الكهربائية غير الواطية، رغم أنها تستطيع تجسيد قوة كهربائية ملموسة، إلى أنه لا يمكن قياسها أو استشعارها بأجهزة القياس التقليدية.
ما هي الطاقة الحرة؟ مقتبس من مقدمة كتاب مدخل إلى الطاقة المجانية للكاتب نفسه. يمثل مصطلح الطاقة الحرة ما يمكن أن نعتبره محصول صاف من قوة محركة كهربائية، أو الفارق الزائد بين دخل الطاقة المزودة لنظام أو وحدة كهرومغناطيسية وبين الخرج الذي تنتجه من القوة المحركة الكهربائية. بعض المحركات الكهرومغناطيسية تنتج خرج زائد عن الدخل بدرجات قليلة جدا، ومنها ما ينتج خرجا يفوق الدخل بثلاث مرات، ولا زالت الفروق تزداد وتتسع كلما تعمق العباقرة بهذه المسألة، حيث تم التوصل مؤخرا إلى إنتاج خرج يفوق الدخل بخمسة مرات، ولا زالت نسب الفروق تزداد مع مرور الوقت. وجب علينا أن لا نخلط بين الطاقة الحرة الكهرومغناطيسية وبين مصادر الطاقة الحرة الطبيعية كالشمس والرياح أو السدود المولدة للكهرباء أو المحطات النووية، لأن الأجهزة الكهرومغناطيسية التي نتحدث عنها هي عادة بحاجة إلى دخل من الطاقة من أجل الحصول على خرج فائض من الطاقة الحرة، وهذا ما لا تحتاجه الوسائل التقليدية المعتمدة على المصادر الطبيعية. لكن الفرق الذي يميز الأجهزة الكهرومغناطيسية هو أنها توفر الطاقة الحرة بشكل مستمر، ليلا نهارا، صيفا شتاء، عند هبوب الرياح أو في حالة هدوئها. إن الفراغ المحيط بنا هو عبارة عن تدفق شحنات مجردة من الكتلة تحتوي على جهد كهربائي عالي يقدر بحوالي 200 مليار فولت نسبة لشحنة صفر صافية في دارة كهربائية عادية. يعتبر للأرض قيمة شحنة صفر بالنسبة لشيء آخر له ذات الجهد، لكنه بنفس الوقت له جهد غير صفري بالنسبة للفراغ. تشرح النظرية الحالية بأننا نستطيع خلق فارق في الجهد ضمن أجزاء نظام معين فقط بواسطة إظهار كتلة شحنة كهربائية. من خلال ضخ الكتلة الكهربائية بين الجهود نستطيع استرجاع فقط العمل الذي أدخلناه إلى النظام. لقد خلط العلم التقليدي بين الشحنة والكتلة المشحونة، متجاهلا حقيقة وجود ما يعرف بالموجات السكالارية الإلكتروستاتية التي تملأ الفراغ من حولنا. بعد معرفة حقيقة أن تدفق شحنات الفراغ هو خالي من الكتلة، فبالتالي أي تدفق شحنة سيكون في حالة سكالارية، أي غير موجهة وغير قادرة على القيام بأي عمل. تغيير القوة الدافعة يتطلب تحرك الكتلة من خلال ذبذبة الجهد الفراغي الأرضي كهرومغناطيسياً. نخلق بذلك فرق إضافي في رنين الجهد الكهربائي بين ذلك القسم من الضارة وبين مستوى الجهد وبين المستوى الطبيعي للجهد الأرضي لباقي النظام. إن المحافظة على التذبذب الفراغي المتناغم أي الإيقاعي الصحيح ستولد الجهد الزائد المرغوب به خلال نصف الدورة السالبة من أجل دعم حجم العمل. كما نلاحظ فيما سبق، نحن لم ننتج الطاقة من أي مكان، بل قمنا باستخلاص والتلاعب بالجهد العالي الكامن في جوهر الفراغ المتقد من حولنا. وجب التنويه هنا إلى أن بعض الفيزيائيين المرموقين الكبار أي الكهنة، وفي محاولة منهم للتشكيك بمصداقية المشاريع التي يجريها الباحثون في مجال الطاقة الحرة، يطالبون أو يقترحون نبذ وإهمال أفكار ماكسويل الرياضياتية للتخلص من النظريات الجديدة المنبثقة منها والأجهزة الجديدة التي تعمل على أساسها. وبعد مراجعات مكثفة وطويلة لعمل كل من هؤلاء الباحثين الثوريين، تبين أنه بدلا من ضرب مبادئ ماكسويل عرض الحائط، أظهرت هذه الأجهزة التي ابتكرها الباحثين بأنها تولد فعلا طاقة فائضة، وهذه العملية تعتمد على معادلة ماكسويل الثانية. وبما أن محاولة النبذ هذه
قد حصلت في مناسبتين مختلفتين بدا واضحا بأنها عملية مدبرة مسبقا. هذه المبادرة الخسيسة من قبل بعض العلماء البارزين فقط من أجل قمع جهود البحث عن وسائل استخلاص الطاقة الحرة. لقد تم تحقيق إنجازات ثورية في الفيزياء المتعلقة بتوليد الطاقة غير التقليدية في بلدان عديدة، ويبدو من المناسب هنا تقديم موجز عن ما يحصل بالضبط في هذا المجال الثوري من البحث، لكن على شكل أسئلة وأجوبة، وذلك لسهولة استيعاب الحقائق. سؤال: من أين تستمد هذه الأجهزة الجديدة التي تولد طاقة فائضة عن الكميات التي تحركها؟ الجواب: هذه الطاقة الفائضة تستخلص من مجال طاقة كثيف يتغلغل في كل أنحاء الكون، وهو موجود حتى في الفراغ المطلق بحيث لا يتشتت ولا يتلاشى. وفي الماضي أشاروا إلى هذا الوسيط الكوني بأسماء مختلفة مثل برانا عند الهنود، تشي عند الصينيين، وآيثر عند اليونانيين، وأطلق على هذه الطاقة اسم إلياسر أو موميا من قبل براسالزي في القرن 12 الميلادي، والقوة الأودية من قبل البارون فون رايتشنباخ، والمغناطيسية الحيوانية من قبل فرانز أنتون ميزمير، والطاقة الكونية العضوية من قبل الدكتور برونلر، والطاقة الإلوبتية من قبل الدكتور هيرونيموس، والطاقة الأوروغون من قبل الدكتور ويلهيلم رايتش، وقوة إكس من قبل الدكتور إيمان، وقائمة طويلة جدا من الأسماء والمكتشفين. أما اليوم فيشار إلى هذه الطاقة بشكل عام من خلال المصطلحات التالية: بحر النيوترينو من قبل البروفيسور ديراك، والطاقة المشعة من قبل الدكتور توماس موري، وبحر فيرمي، والطاقة الابتدائية، ومجال تشايون من قبل بروفيسور فاينبريك، وأسماء أخرى مثل طاقة نقطة الصفر، مجال الطاقة الجاذبي، الطاقة الفضائية، وجميع هذه الأسماء المتعددة تشير إلى الطاقة ذاتها، هذه الطاقة التي أشار إليها أرسطو بالأيثر. سؤال: ما هو حجم الجهد لهذه الطاقة المجالية؟ الجواب: لقد تم حساب محتوى الطاقة لهذا المجال الأثيري في مناسبات عديدة، وكانت النتيجة: أولا 1033 سنتيمتر من قبل البروفيسور أليفر لوتج من بريطانيا، 2.8 إكس في 108 فولت سنتيمتر من قبل البروفيسور سيكي من اليابان، 3.250 مليار جول على مليمتر من قبل البروفيسور فالي من فرنسا. وأحدث الحسابات المنشورة في سويسرا استنتجت بأن كل واحد لتر يحتوي على هذه الطاقة الفراغية يوازي الطاقة التي يمكن أن ينتجها 5000 لتر من البنزين. إحدى الأمثلة المبكرة على إثبات وجود الأيثر كانت على يد الدكتور هالبيت هوف، وهو عالم محترم من جامعة كامبرج. كثيرا ما ذكر بيتهوف أمثلة على تجارب واختبارات أجريت في بدايات القرن العشرين، بحيث كانت مصممة خصيصا للتأكد من وجود أي نوع من الطاقة الكامنة في الفضاء الفارغ. هذه التجارب أجريت قبل ظهور نظرية ميكانيكا الكم بكثير، ومن أجل اختبار هذه الفكرة في المختبر كان من الضروري خلق مكانا مفرغا بالكامل من الهواء، أي صمام مفرغ، ويكون محجوب من أي مجالات أو إشعاعات كهرومغناطيسية معروفة، وذلك باستخدام ما يعرف بقفص فاراداي. ثم يتم تبريد هذا الفضاء المفرغ من الهواء إلى أن يصبح بدرجة صفر فهرنهايت، أي 273 درجة سلسيوس، وهذه درجة حرارة منخفضة جدا، بحيث وجب على جميع العناصر والمواد أن تتوقف عن الاهتزاز لإنتاج الحرارة. لكن هذه التجارب أثبتت بأنه بدلا من غياب الطاقة في الفراغ كان هناك كمية هائلة منها،
وهي من مصدر غير كهرومغناطيسي إطلاقا، وغالبا ما أشار إليها الدكتور بيتهوف باسم المرجل المتقد لطاقة عظيمة الشأن. بما أن هذه الطاقة تظهر بوضوح في درجة حرارة الصفر، أطلق عليها اسم طاقة نقطة الصفر، بينما العلماء الروس ينادونها بالفراغ الفيزيائي. وقد توصل العالمان الفيزيائيان جون ويلر وريتشارد فايمان إلى نتيجة حسابية تقول إن كمية طاقة نقطة الصفر الموجودة في فضاء بحجم اللمبة هي قوية بما يكفي لجعل محيطات العالم تصل إلى درجة غليان. من الواضح بأننا لا نتعامل مع قوة واهنة غير مرئية، لكن مع مصدر هائل من القوة الكامنة، بحيث لديها القدرة الكافية لمساندة بقاء وتماسك جميع المواد الصلبة. إن النظرة الجديدة للعلم والمنبثقة من مفهوم الأيثر تنظر إلى القوى الأربعة الأساسية بين قوسين: الجاذبية، الكهرومغناطيسية، القوة النووية الضعيفة، والقوة النووية الشديدة، بأنها عبارة عن تجسيدات مختلفة للأثر، أي طاقة نقطة الصفر. خرج العالم العظيم نيكولا تسلا بعد اختبارات استثنائية قام بها في عام 1891 باستنتاج يقول أن الأيثر يتصرف كالسائل بالنسبة للأجسام الصلبة وكمادة صلبة بالنسبة للحرارة والضوء، وأن تحت تأثير جهد كهربائي كبير ووتيرة عالية من التردد يمكن استخلاصها. وهذا كان يمثل الإثبات الذي وفره المخترع العظيم على تكنولوجيا استخلاص الطاقة الحرة. وكذلك المضادة للجاذبية هي ممكنة عمليا. وقد صرح قائلا في إحدى المناسبات: قبل أن تمر أجيال عديدة سوف يتمكن الإنسان من استخلاص طاقة غير محدودة من أي مكان هو موجود فيه. سؤال: أي من العلماء المرموقين والحائزين على جوائز نوبل يدعمون فكرة وجود هذه الطاقة الكونية المشار إليها بالأيثر؟ بعض أشهر العلماء الذين أكدوا حقيقة وجود هذا المجال الكوني من الطاقة هم جيمس كلارك ماكسويل: هناك مادة ذات طبيعة خفية بالنسبة للأجسام المتجسدة، وجب أن تكون موجودة في هذا الفضاء الذي يبدو ظاهريا بأنه فارغ. ألبرت ميكلسون: رغم أن النظرية النسبية هي باقية إلى الأبد، فنحن لسنا مضطرون إلى رفض مفهوم الأيثر، أي مع العلم أنه المسؤول عن موت مفهوم الأيثر في العالم الأكاديمي من خلال مشاركته في التجربة المشهورة باسم تجربة مايكلسون مورلاي التي أثبتت عدم وجود الأيثر. البروفيسور أوليفر لوتش: الأيثر هو شيئا فيزيائيا ويمكننا الحصول عليه كهربائيا فقط. ألبرت أينشتاين: هناك حجم كبير من الجدال القائم لصالح مفهوم الأيثر، وإذا تجاهلنا وجود الأيثر هذا يعني بأن الفضاء هو مجرد من أي خاصية فيزيائية على الإطلاق. إن المبادئ الميكانيكية الأساسية لا تنسجم مع هذه النظرة. حسب نظرية النسبية العامة، الفضاء يحتوي على خاصيات فيزيائية، وبهذا المعنى فلا بد بالتالي من وجود الأيثر. وحسب نظرية النسبية العامة فلا يمكن تصور الفضاء من دون الأيثر. بين قوسين، هذا اقتباس من خطاب ألقاه أينشتاين في جامعة ليدن هولندا في الخامس من آيار عام 1920. وجب أن نتذكر بأن أينشتاين ساهم في البداية بالحملة الهادفة للقضاء على مفهوم الأيثر قبل أن يعود عن موقفه لاحقا، أي بعد أن خرج هذا المفهوم مدحورا من العالم الأكاديمي، أي أن أينشتاين قتل القتيل ومشى بجنازته. سؤال: ماذا عن قانون ماسونية الطاقة ومكانته بالنسبة لآلية عمل هذه الأجهزة والمحركات المستخلصة للطاقة الكونية؟ الجواب: إن كل عملية إطلاق أو امتصاص للجسيم الافتراضي معروف عنها سابقا بأنها عملية تخرق قانون ماسونية الطاقة، فعملية الإطلاق هذه
تمثل عملية ظهور مفاجئ لطاقة إضافية في الكون، وكذلك عملية الامتصاص تمثل اختفاء مفاجئ لكمية من الطاقة في الكون، وكل جسيم مشحون في هذا الكون يقوم بهذا الإجراء باستمرار، حتى أن نيوترون هو في حالة دائمة من الانكسار إلى جسيمات افتراضية مشحونة مختلفة. إذن فكل قطعة من المادة في الكون وحسب فيزياء الجسيمات التقليدية هي في حالة خرق دائم ومستمر لقانون ماسونية الطاقة على المستوى المجهري. إن قطب مغناطيسي قوي يمثل إجهاد إضافي في الزمكان، أي زمان ومكان، وكذلك الحال مع شحنة قوية من الكهرباء الساكنة، فكل من هاتين الحالتين تلف وتفتل الزمكان ذاته. لذلك فبخصوص كل من حالة القطب المغناطيسي والشحنة الكهربائية الساكنة لا يمكن تطبيق قانون ماسونية الطاقة، وهناك بعض الحالات الخاصة بالذرات الكبيرة الحجم كتلك التي تعود لعناصر ثقيلة لوحظ فيها خرق قانون الخطية المغناطيسية بالإضافة إلى قانون ماسونية الطاقة. وهذا مثير فعلا، طالما أنه بواسطة مغناطيس دائم يمكن للفرد تطبيق جهد زمكاني في موضع ما دون حاجة لأي دخل إضافي للطاقة. إن طريقة تسخير هذه الحقيقة في سبيل صنع جهاز لإنتاج الطاقة الحرة يعتمد على شطارة المخترع، ومن الممكن أيضا استخدام كلا التأثيرين بنفس الوقت، الجهد الكهربائي الساكن والجهد المغناطيسي أحادي القطب من خلال محرك كهرومغناطيسي عادي، بحيث يستطيع بعدها إنتاج الطاقة الحرة. وبالتالي فالجهد الكهربائي متوفر لإنتاج الطاقة الحرة، لكن السؤال هو هل يمكن تطبيق ذلك عمليا؟ الجواب هو بكل تأكيد نعم، إذا آمنا فعلا بما تقوله الفيزياء. السؤال الثاني هو كم مدى صعوبة الأمر؟ وهنا يمكن الإجابة بطرق مختلفة، وأعتقد بأن أفضلها هي كالتالي: إذا كان الفرد ذكيا بما يكفي ويعود إلى أبسط الأساسيات، فيمكنه حينها إنجاز الأمر عمليا ومباشرة وبشكل رخيص جدا. السؤال: أليس عملية تشغيل هذه الأجهزة العاملة على مبدأ تحويل الطاقة الأيثيرية هي مناقضة للحقيقة العلمية الثابتة التي تقول بأن الحركة التلقائية الدائمة هي مستحيلة بالمطلق؟ الجواب: هذا صحيح إذا كان الأمر ينطبق على ما نسميها بالأنظمة المغلقة كمحركات الاحتراق الداخلي أو التوربينات أو المحركات البخارية إلى آخره. لقد كشفت لنا الطبيعة من خلال الحركة التلقائية للدوامات الذرية والكواكب الدائرة حول الشمس وغيرها من مظاهر طبيعية أخرى بأن هناك فعلا حركة تلقائية دائمة متجسدة في الطبيعة من حولنا، لكن هذه الأنظمة الطبيعية المتحركة باستمرار تمثل أنظمة مفتوحة، أي أنها في حالة تفاعل دائم ومستمر مع طاقات ومجالات مختلفة كهربائية جاذبية وغيرها. وهناك أمثلة على أدوات متحركة تلقائيا مثل محرك بيسلر وبندولون فوكالت، وكلا الآدتان تعملان بقوة ناتجة من دوران الأرض. إن المفهوم المبكر حول الحركة التلقائية الدائمة يشير تحديدا إلى أي جهاز يعمل على إخراج كمية طاقة تفوق الكمية الداخلية، وهذا يعتبر مستحيل طبعا إذا تجاهلنا حقيقة وجود مصدر طاقة كونية غير مرئية كالأيثير تعمل على تشغيل الجهاز الدائم الحركة. هذا الأمر بالذات هو الذي يفرق ظاهرة الحركة التلقائية الدائمة عن القوانين الثيرموديناميكية، أي الديناميكا الحرارية. سؤال: لماذا المغانط الدائمة تعتبر عنصرا أساسيا في تصميم وبناء الأجهزة المحولة للطاقة الأيثيرية؟ الجواب: لأن المغانط تعمل على مضخات للطاقة الكونية أو صمامات جاذبية، فالطاقة الفضائية الأيثير
يمكن تركيزها وتكثيفها وتضخيمها ودمجها بواسطة مجالات مغناطيسية قوية. وفي الحقيقة بعد أن تم اكتشاف مغانيط النيوديميوم لم يعد هناك أي مبرر لعدم وجود أجهزة مولدة للطاقة الحرة بالاعتماد على عملية تحويل الطاقة الفضائية الأيثيرية. يقول البروفيسور ويرنر هايسنبرج الحاصل على جائزة نوبل للفيزياء: أعتقد بأنه من الممكن استخدام المغانيط كمصدر للطاقة، لكن نحن الحمقى العلميين لا نستطيع فعل ذلك، فوجب أن تأتي من خارج المنهج العلمي. أقوال مقتبسة: إنما نعرفه عن المؤسسة العلمية القائمة هو أنها تحتوي على مجتمع من فيزيائيين نظريين يرفضون الاعتراف بحقيقة وجود هكذا نوع من مصدر للطاقة. وهناك أيضا أكاديميين علميين وأساتذة جامعات يتجاهلون هذا الأمر في مقدماتهم وتقديماتهم العلمية. وهناك أيضا شركة الطاقة العالمية المتعددة الجنسيات التي ترفض تمويل أي بحث يتناول الطاقة الحرة، وهذا طبعا لا يستثني الأبحاث الحكومية التي لا تتعامل بهذا المجال إطلاقا، رغم أن الأبحاث الحكومية هي من أجل المصلحة العامة. أليس هذا ما يقولونه؟ لكن السياسيين الذين يديرون الأجهزة الحكومية هم ملتزمون بأن يتناغموا مع مصالح الشركات، ولولا هذا الشرط الأساسي لما أصبحوا رجال حكومة أساسا. عندما يواجه العالم النقد والانتقاد فله الحق أن يقيم منتدى لكي يشرح موقفه ونظريته العلمية، لكن عندما يتجاهلونه تماما فسوف يعجز عن الاستمرار في طرح فكرته، لأنه ليس هناك من يسمعه أساسا، وبالتالي تذهب أعماله إلى عالم الإهمال ومن ثم النسيان. هذه لعبة قديمة أصبح المتحكمون يحترفونها تماما ويطبقونها باستمرار في العالم الأكاديمي. يبدو أن بعض المخترعين مهووسين بمخاوفهم، وقد تكون هذه النزعة مبررة، وأعتقد بأنه وجب ذكر بعض الحالات الفعلية لكي يستخلص التلاميذ الجدد منها العبر، ومن أجل أن يكونوا على علم ببعض المشاكل التي قد يواجهونها إذا اختاروا هذا التوجه. نيكولا تسلا مخترع نظام التيار الكهربائي المتناوب الذي نألفه اليوم ويتم استخدامه حول العالم، منح براءة اختراع أمريكيتين لجهازين يعملان على تحويل الطاقة الأيثيرية إلى طاقة كهربائية في عام 1891 ميلادية. بعد بيع اختراعه المتعلق بنظام التيار المتناوب لويستنغهاوس، أقام شركته الخاصة للبحث والتطوير من أجل مباشرة في تطوير اختراعاته الأخرى المذهلة. منذ تلك الفترة تم تجاهله بالكامل، وبعد أن أصيب بالإفلاس نتيجة استنزاف جميع أمواله على البحوث الاستثنائية التي أجراها، عاش بقية حياته في حالة فقر وعوز إلى أن مات. حتى النصوص الفيزيائية الموجودة اليوم لا تذكر من أعماله العظيمة سوى القليل جدا، أي تلك التي تتعلق بالتيار المتناوب فقط. أما الكتب التي تتحدث عنه فهي صعبة المنال ولا يمكن إيجادها بسهولة. هنري موري كان عنصرا فعالا في مجال الطاقة الأيثيرية، يسميها الطاقة المشعة أيضا، بين عامي 1914 و 1941. خلال هذه الفترة تم تدمير أجهزته وأدواته بالكامل من قبل عميل لإدارة الكهرباء الريفية والذي كان يعمل معه في مختبره الخاص، وبعدها تعرض لهجوم جسدي 3 مرات مختلفة في مختبره، وأطلق عليه النار في إحدى المناسبات، وقد تعرض هو وعائلته لكمين بحيث تعرضوا لإطلاق نار من جانبي الطريق. في أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن الماضي تم مداهمة منزل جون سيرل في إنجلترا من قبل مفتشين حكوميين، وتم مصادرة مولد الطاقة الحرة الذي ابتكره ويعمل أيضا كجهاز مضاد للجاذبية،
وقد حكم بدعوى من إدارة مجلس شركة ساوثرين إلكتريسيتي بتهمة سرقة الكهرباء. وجميع ملاحظاته وكتاباته وأجهزته صدرت، وتم تقطيع وسحب جميع التمديدات الكهربائية في منزله. وفي الأيام الحالية نجد أن السيد جوزيف قد حرم من منحه براءة اختراع لابتكاره الثوري الجديد، رغم تقديمه لعارضة تحمل إفادات وتوقيع لعدد كبير من المحترفين والمختصين المشهورين الذين يشهدون على مصداقية الاختراع وجدواه. وقد استعرض محركه الكهربائي ذات الحركة، والذي يستطيع توليد الكهرباء أيضا، أمام محكمة واشنطن، لكن دون جدوى. هذه مجرد أمثلة على الحالة التي يعاني منها الآلاف من المخترعين الذين تخطوا الخطوط الحمراء. وهذا يثبت أن عدم انتشار تقنية الطاقة الحرة هو ليس بسبب استحالتها وعدم واقعيتها، بل بسبب الخطوط الحمراء الممنوعة تجاوزها. هناك ثورة تحول في مجال الطاقة تجري حول العالم منذ حوالي 20 عاما، والتي يتم تجاهلها باستمرار من قبل الصحافة الرسمية، الجهات العلمية المنهجية، المجالات العلمية أو منشورات البحث الجامعية. معظم الاكتشافات كانت على يد أشخاص تتميز بعقول مبدعة وفضولية، والذين لاحظوا في مناسبات كثيرة خلال اختباراتهم بمجالات مثل الاندماج البارد، الموصلات الفائقة، محركات مغناطيسية وغيرها، حصول اختراق واضح للقوانين العلمية التقليدية إن كانت فيزيائية أو كيميائية أو كهرومغناطيسية. وقد استخدم مصطلح لوصف هذه الظاهرة، حيث يشار إليها بما فوق التكامل، أي كمية الخرج أكثر من كمية الدخل، أي أكثر من 100%، والتي يقصد بها في حالات كثيرة الحصول على كمية طاقة أكثر مما أدخل في نظام معين أو تفاعل معين. وهناك تعريف آخر هو يتم استقاء طاقة زائدة من مصدر غير معروف بشكل جيد. السؤال البديهي الذي أول ما يخطر في بال المتشكك هو، طالما أن هذه التقنيات الثورية هي صحيحة كما يدعي المخترعون، وحصل اكتشافات ثورية كهذه فعلا، لماذا إذن لم يتم الإعلان عنها أو إنتاجها من أجل سد حاجات هذا العالم المتعطش دائما للطاقة؟ الجواب هو القمع. ما القصد من كلمة قمع؟ يمكن للقمع أن يتخذ أنواع كثيرة. هناك مثلا القمع العنيف، حيث تقوم إحدى شركات الطاقة التقليدية كالنفط مثلا، والتي لا تريد للاختراع أن يسوق، فتقوم بتفجير المختبر وتدمير الاختراع وتهديد المخترع بالقتل إذا حاول تسويق اختراعه الثوري مرة أخرى. أما النوع الآخر فهو القمع غير المباشر أو القمع الخسيس، وهو قيام إحدى الشركات النفطية الكبرى بشراء حقوق ملكية براءة اختراع معين، ليس من أجل تطبيقه وطرحه في الأسواق، بل من أجل إخفائه، مزيلة بذلك أي فرصة لوجود تقنية منافسة لها في الأسواق. وهناك أنواع أخرى من القمع غير المباشر، وهو حاصل في الجامعات والأكاديميات الكبرى التي تتلقى تمويل كبير من مؤسسات الطاقة التقليدية النفطية والنووية، وهذا يمنعها من البحث في مجال الطاقة الحرة أو توظيف أي بروفيسور يحاول طرح نظريات أو الخروج بمفاهيم لصالح هذا التوجه. وهناك أيضا مكاتب براءات الاختراع التي ترفض منح براءة اختراع لأي تقنية ثورية يمكن لها أن تحدث انقلاب كامل في المناهج العلمية أو البنية الاقتصادية للبلاد. وإذا كنت ملما جيدا بشروط منح براءات الاختراع، سوف تكتشف أن أهم الشروط هو أن تتوافق مع القوانين العلمية السائدة، مثل قانون ماسونية الطاقة. وإذا لم ينجح المخترع في تفسير كيف يمكن لجهازه أن ينتج طاقة زائدة عن طاقة الدخل بالاعتماد على قانون ماسونية الطاقة، فسوف يرفضون تسجيل الجهاز بحجة أنه لا يتوافق مع القوانين الفيزيائية الرسمية.
لكن إذا كان المخترع محظوظا بما يكفي لتجاوز مرحلة المصادقة على ابتكاره، فسوف يدخل إلى مرحلة أصعب، وهي اللجنة العسكرية التي ستعتبر الجهاز مهددا للأمن القومي، وبالتالي سيتم مصادرته وإجبار المخترع على التوقيع على ورقة تسمى بأمر الالتزام بالسرية، وهذا يمنع المخترع من الإفصاح عن أي معلومة تخص هذا الجهاز طالما أنها تمس بالأمن القومي.